اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم الكبير الكابتن فوزي سكوتي نجم الاهلي السابق، يعني منور الدنيا وانا دايما بسعد باللقاء معاك، وعمري ما انسى بقى وانا صغير بتفرج على التلفزيون كده وكابتن فوزي سكوتي ويعني هتعجزنا بقى هتعجزنا لا يعني واهداف وياما اتقال في حضرتك كلام واتقال فيك شعر كمان، فانا بفتخر ان انا قاعد مع حضرتك وطبعا بتمنى لك كل التوفيق. لا والله يا ميدو بجد انا ما عرفت ان انا النهارده بقى لي فتره كبيره ما بجيش القناه، واول ما عرفت ان معاك النهارده جيت بجد يعني مش مجامله ليك والله يا ميدو بجد، والتوفيق ودايما يا رب القناه دايما التملي في التوفيق باذن الله. ربنا يخليك. كنا بنتكلم قبل ما كابتن فوزي سكوتي شرفنا بتكلم تحديدا على المدير الفني اللي هيستقدم النادي الاهلي ان شاء الله، وبنطمن الجماهير ان شاء الله يعني مش بنقول يا جماعه ساعات قليله، يعني ما تفهموش ساعات قليله يعني كمان نص ساعه ربع ساعه، ساعات قليله بالنسبه لنا احنا كساعات شغل اكيد حضرتك عارف يعني يعني بتاخد لا وقت لازم بيبقى في ساعات قليله يعني كان يعني الموضوع ان شاء الله قريب هيكون يحسم اسم المدير الفني الاجنبي. يعني هي موضوع المدير الفني طبعا يعني هي بتاخد وقت يعني عقبال بقى العقود بتتعمل، المدير اعماله اللي بيتفق مثلا بيتكلم بيبقى في بنود معينه مثلا بيتفقوا عليها بتبقى واخد وقت بتاخد وقت شويه يعني. تمام. غير بقى لو مدرب مصر يا ميدو هيمسك على طول مفيش مشكله. لا يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون بنحاول ندور على الاحسن ونحاول ندور على الانسب، احنا ممكن المدير الفنيين كتير جدا لكن احنا كاهلي دايما بنتأنى في اختيار مدير فني في حسن الاختيار وحاجه تليق بالاسم باسم النادي الاهلي وكيانه وجماهيره. حضرتك عارف ان الجماهير دلوقتي عايزه كل البطولات وده طموح مشروع جدا لجماهير النادي الاهلي، فعشان كده ان شاء الله يا جماعه ما نستعجلش ان شاء الله ان شاء الله اهم حاجه يجي اسم كبير، اسم كبير اللي هو صاحب عقليه فنيه كبيره مش اسم كبير وخلاص. بص يا ميدو يعني احنا ايام ما كنا بنلعب يعني كان مستر هيدوكوتي كان معاه الكابتن فؤاد شعبان، كان كابتن فؤاد شعبان بيكمل مستر هيدوكوتي في العلاقه اللي هي بين اللعيبه والمدرب الاجنبي، النقطه دي مهمه قوي يا ميدو. تمام. العلاقه اللي هي بين المدرب الاجنبي واللعيبه ان بيعرف اللعيب المصري تاخد منه حاجات كتيره جدا الناحيه النفسيه، يعني يعني تتكلم معاه وتريحه وتديله وضعه كلاعب في الفرقه ومحتاجينك وممكن هتلعب ممكن في اي وقت زي ما كان بيحصل معانا، يعني اول ما طلعت بقعد متمنى ان انا اقعد في وسط اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين، مره واحده بقيت بلعب في وسطيهم، مره واحده ببقى من ما تكلمنا كابتن وتفكرنا كده بالذكرى. والله بص يعني انا كنت انا في ناشئين الاهلي ميدون، يعني انا عايز اتكلم في حته من ضمن الحاجات دي. تمام. ان عماد متعب وحسام حسن وطبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن زيزو ومحمد رمضان، يعني مش عايز انسى حد طبعا ايمن شوقي، يعني مجموعه وانت من الناس الموجوده، الناس دي طلعت منين يا ميد؟ طلعت من ناشئين النادي الاهلي اكيد، فالفرويد اللي هو بيطلع من ناشئ بيبدا من السن مثلا 14 سنه. تمام. بيلعب مسابقه فبيبان ان الراجل ده هداف. تمام. كنت انا مثلا كنت انا في 16 سنه كان طارق ابو زيد 14 سنه، فالناس كان انا معايا كان خالد جدالة وجمال الجندي الله يرحمه وجمال جوده وعادل عبد المنعم واحمد ناجي، يعني مجموعه كبيره جدا مش عايز انسى حد طبعا. كان الجماهير بتيجي تحضر، احنا كنا في الجزيره نادي الجزيره في النادي الاهلي في الجزيره في التتش طبعا، فكنا بنروح الجماهير بتيجي من الصبح، عارفه الماتشات الناشئين بتبدا الساعه 10 الساعه 10 وبعدين الساعه 1 بعد الصلاه وبعدين الفريق الاول مثلا لو في تمرين ولا حاجه، فالناس بتيجي بتحضر. الكلام ده ما بيحصلش، ما حدش بيتابع الناشئين، فالنجم اللي بيطلع من الناشئين بيبقى هداف بيستمر هداف في الناشئين لغايه لما بيروح منتخب ناشئين بيروح منتخب الشباب بيطلع فريق الاول، من هنا بنخلق يعني عشان احنا بنتكلم دلوقتي فين الفراوده بتاعت مصر، يعني من ضمن الكلام ان مفيش فراوده ولا مفيش فراوده انت تشوف فراوده ما هي يعني العيب فين؟ قلت لك يا ميدو هتطلع ازاي؟ انت كنت هداف مثلا بتطلع ازاي؟ من تحت بتاخد المرحله السنيه بتاعتك. تمام. والعين الخبره اللي هي بتنقي ان الراجل ده، يعني انا كابتن مصطفى عصمت الله يرحمه هو اللي اكتشفني فين؟ انا كنت رايح اختبارات قلتها قبل كده، يعني رحت اختبارات ومن حدائق القبنه ورحت معانا 10 انفار من المنطقه نختبر واحنا صغيرين جدا، ولا اهلي يعرفوا ولا حد ولا ابويا ولا امي يعرفوا الله يرحمه، محدش يعرف خالص ولا اخواتي ولا اي حاجه. كنت تروح اختبارات النادي الاهلي؟ اروح اختبارات النادي الاهلي اول اختبارات وانا من حدائق القبه يعني اول اختبارات رايحين النادي الاهلي على طول. تمام. تحت 14 سنه يعني عندي 12 سنه ولا 13 سنه ورايح. تمام. من حدائق القبه رايح التحرير بركب مواصله لرمسيس ومن رمسيس للتحرير وانزل امشي كوبري قصر النيل واخش على النادي الاهلي في الجزيره وانا صغير. تمام. يعني
بص قد ايه والله الواحد لما بيفتكر الواحد ما بيقولش كان بيعمل الكلام ده ازاي. فهي الفكره بتاعت انك تلعب في الناشئين. اختبروني نزلنا 5 ضد 5، جت لي الكره رقصت واحد الثاني ورقصت جون حطيت جون. فالكابتن مصطفى قال تعالى تعالى، راح مختارني بعد كده اختبار وبعد كده اختبار، بس الحمد لله يعني وفقت فيها. فهي بتبقى توفيق من عند ربنا طبعا. احكي لي بقى وانت رايح تقول لاهل حضرتك انا بقيت في نادي الاهلي، طب يعني انت راجع ازاي؟ هقولها لك دي يا ميدو لو انت ما سمعتهاش قبل كده. انا ما سمعتهاش. انا كنت بنلعب ماتش 16 سنه. بص بقى الفتره دي قد ايه؟ تمام. نلعب ماتش 16 سنه اهلي وزمالك. فربنا كرمني وجبت جون في الزمالك، فنزل جورنال الجمهوريه بينزل عمود صغنن كده في الجنب عن دوري الناشئين، فوز الاهلي على الزمالك احرز الهدف فوزي سكوتي. والدي كان في اكاديميه البحث العلمي مدير في الشغل هناك، فالموظفين عنده بيقروا فلقوا فوزي سكوتي. انا اسمي احمد محمد فوزي حسن سكوتي. تمام. والدي محمد فوزي مركب. تمام. بس هم لما الكابتن عوضين والكابتن مصطفى عصمت بتاع نقوا كلمه سكوتي وخدوا اللقب قال لك فوزي سكوتي. تمام. فكلمه احمد دي اللي يعرفها اللي هم من المنطقه عندي مثلا متربين معايا ولا حاجه. تمام. او كان معايا في الشرطه يعني. وانا لقى الاسم فقالوا له الحق ايه ده؟ اوعى تقول لي ان هم ما كانوش يعرفوا. شوف انا بقول لك قد ايه، بص التحدي اللي انت وانت صغير اتكلم بجد يا كابتن وعايز تلعب. ما يعرفوش ان انت لعبت في نادي الاهلي الفتره دي خالص. ما انا بقول لك بص هو يعني والدي الله يرحمه جه كل اللي همه قال لي بص انا عايز اعرف انت بتروح ازاي واحنا مش يعني كنت بتروح امتى؟ بتسيب المدرسه ولا مثلا بتروح ازاي؟ بتركب ايه؟ معاك فلوس ولا معاكش؟ بتروح ازاي؟ انا والله العظيم ما اعرف يعني أول يعني مرة يعني يعني زي بص يعني برضو نفس الكلام ده بنقوله عشان الاشبال الصغيرين. لا احكي لك يا كابتن استنى مش هعدي النقطه دي. مش هعديها والله. ازاي بتروح بتاخد دي مثلا شنطه تمرينك وبترجع بشنطه تمرينك ازاي؟ ما بص كنت بداري كل حاجه، البس البنطلون والشورت تحتيه ولما اروح اتمرن واخلص وارجع بسرعه لغايه. بقول لك خايف من رد فعلهم ان انت لا دراسه ولازم تلتزم. مفيش، احنا من زمان ما كانش فيه يقول لك لعيب الكوره ده. اه انا عارف يعني انت اهم حاجه الدراسه. انا عانيت. اخواتك كلهم وانت هتطلع لي لعيب كوره. انا عانيت. فطبعا لو دلوقتي كان اقول لك العب كوره. الله يرحمه. فالله يرحمه يعني. فهي وكانوا فرحانين جدا طبعا، هو من جواه فرحان جدا ان بس هو يهمه ازاي انت كنت بتروح بالظبط وازاي بتلعب وازاي بتسيب المدرسه وبتقول. فهي لما بيكون الواحد وهو صغير كبير قوي يعني بتبقى عايز توصل، عايز توصل اصرار يعني. حتى وانا في الشرطه والله يا ميدو بجد، وانا في الشرطه انك ازاي بتحضر الصبح التمرين الطابور، بصحى الساعه 5 الصبح وانزل احضر طابور البس بياده والسلاح وبمشي زي الطلبه بالظبط، وتدريبات لياقه ساعات بتنزل بالشورت والفانيلا الصبح بدري وتعمل تدريبات لياقه زي ما بتتفرج عليهم دلوقتي. انا عارف يا كابتن، انا عارف. اخلص اطلع الفطار وبعدين نقعد وبعدين اخد التصريح واجري بسرعه عشان اطلع اروح البيت اغير وبعدين اطلع اروح للنادي عشان اتمرن وارجع. فاللي عنده يعني ده تملي بقولها للناس اللي زي محمد صلاح لما كان بيجي من طنطا يروح المقاولين ويركب المواصلات والبتاع، يعني بيبقى توفيق من ربنا وبعدين هو عايز، فدي بيبقى اصرار من جواك انك عايز توصل. يعني اتمنى بقولها للولاد الصغيرين عندنا واللعيبه الصغيره. وانا كان بالمناسبه كنت وانا بمرن في الاهلي كان عندي حسام غالي وعماد متعب وائل شيتوس والشريف اكرامي. مره وانا قابلوني قالوا لي يا كابتن، كان ايام مستر مانويل جوزيه. تمام. من ضمن الحاجات يعني قال يا كابتن احنا مش هنقدر، احنا هم كانوا لعيبه كويسه جدا، فقالوا لي يا كابتن احنا عايزين نمشي لان احنا مش بيشتروا لعيبه وبيجيبوا لعيبه مش حنا. قلت لهم اصبر انتوا لعيبه كويسه. وسبحان الله جت كابتن حسن شحاته ومع اسماعيل يوسف منتخب الشباب. تمام. فخدوهم في المنتخب. كان مانويل جوزيه كان جه سنه في النادي الاهلي وساب الاهلي ومشي. الكابتن فتحي مبروك كان طلع في الفتره دي مسك الاهلي الفتره دي بالظبط، فضمهم بعد ما لعبوا في المنتخب وظهروا كانوا كويسين جدا طبعا. عماد كان هداف جدا، حسام غالي برضو بمستوى عالي جدا، وقال شيتوس والشريف اكرامي برضو كان هايل جدا أكيد. فكان ومعاهم زميلهم كمان اسامه حسني، يعني مش عايز انسى حد، لعيبه كويسه جدا. تمام. فهو طول عمره يا ميدو بس برجع لك نفس النقطه ان هي لازم اللعيب في النادي الاهلي اللي احنا بندور على فراوده. يعني انت دلوقتي بتدور على فرود صح؟ ما انا لازم اشوف تحت، وبعدين لما بيطلع من النادي غير لما بجيبه من بره. بالظبط. ليه؟ بالزبط. اللي بيتربى في النادي الاهلي خد على ان الولد بيتمرن خد بيلعب خد على الجو العام. احنا انت فاكر مركز تاني يعني ايه؟
خسران بالظبط في اي نادي تاني مركز تاني ده بيعملوا له فرح، لكن انت مركز تاني في اي نادي، النادي الاهلي بالذات خلاص ما عندوش الكلام ده، ما عندوش يعني اكنك زي الاخير، فبتلعب على بطوله فبتتعلم وانت داخل النادي، لان حصلت في بعض السنوات وسمعناها من بعض اللعيبه يقول لك هو النادي الاهلي لازم يكسب كل ماتش، هو لازم يعني ما يتغلبش، ما هو دول جايين من فرق تانية انه مش متعودين على ان كل ماتش ماتش، يعني احنا ما كنا نتعادل في ماتش ما ننزلش من البيت، تمام الجمهور مش هيسيبك، تمام، فهي دي النقطه اللي بتفرق، انك تجيب اي لعيب من بره، هو صحيح اه لعيبه بتبقى كويسه وبيندمج مع الفرقه، بس الانطباع اللي جواه ان وحظهم حلو كمان الجماهير ما بتحضرش، بالظبط انت واخد بالك يا ميدو، بالظبط النمره واحد يعني بعد ربنا طبعا للنادي الاهلي بالذات جماهيره، يعني انا 100 مره اقولها جماهير النادي الاهلي اساس نجاح بعد ربنا طبعا اساس نجاح النادي الاهلي في كل الالعاب، يعني حتى في الالعاب اليد حقيقة. لما بنتفرج عليهم في اليد وهم بيلعبوا في الصاله بتاعت النادي الجماهير عامله ازاي، بتهز لا بتخلي اللعيب يعمل ازاي، يطلع اللي جواه دايما، انا عايز ايه من اللعيب، بيطلعوا حاجه من اللعيب مفيش اي حد يعرف يطلعها دلوقتي، بروح الاستاد تمام، رحنا برج العرب الماتش بيتلعب 50 60 واحد قاعدين، اللعيب نازل مفيش الجماهير ماليه الاستاد زي منتخب مصر كده، تلاقي داخل نازل الملعب الجماهير دي بتهز اللعيب، وانت جربت تلاقي نفسك من جوه عايز تنزل تسخن وعايز اجري وعايز وابسط الناس دي وافرحهم، وبتبقى انت نفسك فرحان، ده اسمك بس دي حاجه آه. يعني ومكان احنا ايامنا ما كانش في حق، يعني المقابل ضعيف جدا لسه بالنسبه كنت لدلوقتي في النقطه دي دلوقتي يا كابتن، حضرتك كنت بتعمل كل ده ومفيش مقابل، ما ببصش للمقابل، هو مفيش اصلا مقابل، انا عايز الاول اكسب، تاخد مقابل يعني حاجات تشجيعيه، ما كناش بنروح معسكرات والله، يعني ما بنروحش قبل الماتش بيوم او بتاع نقعد في معسكر بتاع، نروح قبل الصلاه نروح نتغدى نصلي الجمعه مثلا، كان التملي بنلعب يوم جمعه، نروح بدري نتغدى نطلع على الصلاه، من الصاله تاخد المحاضره تطلع الماتش. طب ايه اللي حصل يا كابتن؟ يعني ايه اللي حصل؟ اختلفت لا اختلف، بص يعني انا اللي انا بقول لك عليه ان النادي الاهلي لما قلنا نقول كابتن حسن شحاته لما كان معاه المنتخب النادي الاهلي كان عامل ازاي؟ ونادي الزمالك عشان ما اقولش الاهلي بس، تمام، ونادي الاسماعيلي، تمام، ونادي الاتحاد كان في بعض في كل نادي هتلاقي لعيبه كويسه، كان في عناصر مميزه قوي، فالمدرب المنتخب بيجي ما بيتعبش قوي، ما بيتعبش، ما تملي انا اقول يا مدير، بص يا ميدو المدرب المنتخب بيمرن الفرقه؟ لا قليل، يعني انا كنت تملي بشوف المدرب المنتخب مع احترامي ليهم طبعا بيقعد في المدرج بيراقب الماتشات، بالظبط، فبيجي يقول لك ايه ميدو اه لا ميدو النهارده كويس اخد ميدو، آه فوزي آه كويس لا بكره ميدو بقى وحش لا مش هاخد ميدو، واخد بالك، لكن هو بيمرن، هل بيديهم فكره؟ عشان كده لما قلنا مدرب مصري او سياده الرئيس قال مدرب مصري فعلا عنده حق، ليه؟ المدرب المصري عايش معاك، يعني انا اسالك عن مدرب، عارف اللعيبه، انا مش قصدي ضد المدرب الاجنبي بالعكس، انا بقول لك كان مدربين اجانب هم اللي طلعونا هم، بس كان الخامه اللي كانت موجوده عنده الحته العين اللي انت بتقول عليها، يعرف اطلع ميدو اطلع فوزي بيختار هدا ليه تاثير، كان زمان يا كابتن مش زمان قوي يعني الفرقه كلها نجوم ونجوم تقيله قوي، تمام، ايه اللي حصل بقى يعني حتى إيه ميدو حتى اللي كانوا بيجيبوهم من بره واحد او اتنين بالظبط، يعني بجيب الكابتن محسن صالح واخد بالك، بعد كده جبت محمد رمضان، بعد كده بجيب ناس يعني في كل، انا بتكلم في كده واحد او اتنين بيدخل على الفرقه، بس كيان الفرقه دلوقتي لما نيجي نحسب الموجودين هتلاقي اللي بره اكتر من اللي جوه، مع احترامي طبعا اللعيبه كلها لعيبه كويسه جدا، فاللي يجي يمسك النادي الاهلي مع اي لعيبه موجوده هياخد بطوله، طب ممكن يكون انت كنادي كبير كل طموحاتك بطولات ومفيش اساسا زي ما حضرتك بتقول المركز الثاني دوت يعني خلاص زي المركز اللي قبل الاخير او الاخير كمان، برضو انت كنادي عايز تجيب لعيب جاهز، عايز تجيب لعيب فورمه، عايز تجيب لعيب يعني خلاص اتكون، زي مثلا ولا بلاش نقول امثله بدي لك في العموم، يعني ريال مدريد نفس الكلام، برشلونه نفس الكلام، بيدور على اللعيب الجاهز، بيطلع كل سنه او كل ثلاث سنين بيطلع واحد او اثنين، بنشوف كده في كل الانديه الكبيره، تمام، ايه اللي حصل برضو بره؟ في احتراف كامل في كل حاجه، بيجيبوا لعيبه بيشتري لعيبه، لعيب بيساوي الشوط الفلاني، بس عنده قاعده تحت بيطلع، تمام، بيطلع برضو، تمام، وعنده نجم، يعني زي ما شفنا رونالدو، يعني ساب في عز ريال مدريد وفرق مع ريال مدريد جامد جدا، فرق مع الدوري الاسباني كله، يعني بقى شكل حاجه تانية، محمد صلاح في ليفربول برضه والمجموعه اللي معاه كلها فرق مع الفرقه،
بالظبط. انا قصدي ايه؟ اللي يجي النادي الاهلي يفرق، بيفرق، ما بيتسويش مع زي اللي موجود، ما بجيبش مثلا عشان بجيبه خلاص يعني. صح. لا طبعا. وبعدين اللي بطلع من تحت ميدو، اللي بطلعه من تحت الناس تقيله، حتى لو جبته من بره عنده 16 سنه 17 سنه 18 سنه، السنتين اللي هيقعدهم في النادي في الاشبال تحت هيتعود على ان النادي الاهلي بيلعب على بطوله. بالظبط بالظبط. فاندمج، لان في لعيبه كتيره جت برضو كبار ولعبوا واندمجوا مع الفرقه. بالظبط. بس انا تملي بقول ايه، الكيان بتاع الفرقه بتاع النادي الاهلي الاساس كله من ولاد النادي. تمام. فاللي بجيبه من بره بجيبه فعلا، محتاج باك شمال اجيب باك شمال، محتاج فرويد اجيب فرويد. يعني دلوقتي في الاخر الاتجاه للاعارات، وان انت تطلع ناشئ ياخد خبرات في الدوري وبعد كده يرجع لك جاهز، اعتقد ان ده برضو كان قرار صحيح جدا. انا معاه، انا اطلع لعيب بدل مش هيلعب اطلعه حته تانية يلعب ويشتغل عليها، لان دلوقتي عدم وجود الجمهور بتفرق كتير يا كابتن بصراحه. هيلعب في الاتحاد، هيلعب في الجونه، هيلعب في اي حته، هي هيقابل الاهلي، هيقابل الزمالك، هيقابل الاسماعيلي، هي مفيش جمهور. لما يكون في جمهور هتفرق كتير، الجمهور هتفرق. جمهور يعني احنا نتمنى ان شاء الله مع اللجنه الجديده ان شاء الله، ان هم قالوا الماتشات الجايه بتاعت الدوري هتبقى يتعمل فيها الجماهير زي النظام اللي كان معمول في بطوله افريقيا. نفسنا عادي جدا، نفسنا والجماهير التزمت كمان. وانت بتتفرج على الدوري الانجليزي اكيد، الدوري الاسباني مفيش كرسي فاضي، الماتشات كلها فرقه صغيره او فرقه. ولو طلعت الجماهير هيبقى نفس المنظر اللي بتشوفه هنا يعني، مع بس الشكل الجمالي في الملعب. واحنا عايزين كده، لان الجمهور ده هو المتعه بتاع الكوره. طبعا هو انت جربت وشفنا طبعًا. ما بنقعد لو انت قاعد بره حتى احتياطي بتتمنى المدرب يقول لك مسخن، طبعا عايز تنزل عشان الناس اللي قاعده دي. بالظبط. ودلوقتي الاعلام ما شاء الله يعني كل القنوات وبتاع، كان زمان قناه واحده اللي بتذيع، نقعد نلف حواليها. دلوقتي كل قنوات كتيره جدا بتذيع وبتعيد وتوريك اللعيب ده جاب جون واللعيب ده، يعني بالنسبه لك حاجه كويسه جدا، فبتدي انطباع ليك انت عايز تدي، وكل لما تدي عايز تاني. تمام. مش مثلا توصل لمستوى وخلاص. تمام تمام. تعال نروح وهنرجع تاني اكيد لموضوعنا الاساسي، لكن تعال نروح لقطاعات الناشئين، وحضرتك دلوقتي ماسك قطاع الناشئين في نادي الصيد. نادي الصيد. ايه اللي بينقص قطاعات الناشئين يا كابتن فوزي؟ يعني دلوقتي انا ماسك دلوقتي، السنه اللي فاتت كنت ماسك قطاع الناشئين والبراعم والاكاديميه، السنه دي فصلوها شويه مع الكابتن امين عرابي اخويا طبعا وزميلي. تمام. توفيق معاه، مسك قطاع الناشئين ومسك الفريق الاول. تمام. في نادي الصيد. فانا ماسك دلوقتي البراعم والاكاديميه والخماسي والفريق الاول. يعني مدير فني الفريق الاول وقطاع الناشئين. وقطاع الناشئين. ف دلوقتي انا ماسك البراعم والاكاديميه والكره الخماسي وفريق الانيسات. تمام. او البنات بتاع الكره. تمام. فبنشتغل فيها، ولان في نادي الصيد بالنسبه للناشئين هم اولاد النادي، ما بنعملش اختبارات. أيوة. او بنجيب من بره. فبتفرق عن اي نادي تاني يعني، غير الاهلي الزمالك، غير حتى لو انا كنت في الشرطه وفي الداخليه كنا بنعمل اختبارات نجيب من بره وتنقي براحتك. انت دلوقتي بتشتغل على القماشه اللي عندك، النادي بس. النادي بس، وبتشتغل معاه عايز اعمل نشاطات لاعضائه بس. وبنعمل يعني الحمد لله، وبنعمل بدانا في معسكرات بتتعمل، والناشئين برضه عملوا معسكرات، والفريق الاول بدا يجهز يعني، والاكاديميات شغاله، وبنعمل الدوره اللي انت بتاعت البراعم اللي كل سنه بتاعت نادي الصيد. تمام. جميله جدا، وان شاء الله ربنا وفقنا نقدر ندخل فيها فرقتين من الدول العربيه او فرقه من افريقيا ندخلهم، تبقى دوره دوليه للبراعم في نادي الصيد، بتعمل كل سنه في فجاه. في الشرطه برضو قطاعات ناشئين. قعدت في الشرطه فتره كبيره، وقعدنا وبعد كده انتدبت في الشرطه، انتدبت للنادي الداخليه واشتغلنا فيها، وعملنا قطاع جامد جدا ناشئين وفريق الاول، وفي فتره اشتغلت فريق اول وطلعت، ساعدنا على ان ربنا وفقنا ان احنا بنلعب في نفس المجموعه بتاعه الشرطه، فالشرطه كانت بتنافس على ان تصعد، كان معاها الانتاج ومعاها السكه الحديد. تمام. ومعاها الشمس، كان الكابتن مصطفى يونس بمران الشمس. تمام. والانتاج كان الكابتن عايز افتكره، معلش الواحد بدا ينسى شويه. لا كابتن فيها لا لا الانتاج والكابتن وكان فريق طنطا برضو كان جايين بيلعبونا، مثلا بنلعب في نادي البلاستيك. تمام. كنا بنتمرن في نادي البلاستيك 5000 واحد جايين من طنطا، وربنا وفقنا وكسبناهم، فكنا بنوقف الفرق اللي هي هتقابل الشرطه يعني، من ضمن احنا بنلعب عشان احنا كنا برضو مهددين بالهبوط، فربنا كرمني وفضلنا
في الدوري الممتاز به. تمام. والشرطه صعدت الحمد لله. قعدنا اشتغلنا في الموضوع ده الناشئين والحاجات دي، كان في دعم كويس قوي من الوزاره. كان في دعم كبير. دعم كبير، وكان فعلا يعني اهم حاجه في الانديه اللي هي بتعاني منها دلوقتي معظم الانديه الدعم. اللي هو الدعم. طبعا. عنده ناشئين ما بيلاقيش يلبس فانيلا. احنا شفنا الشرطه لما كان في دعم كانت لا حاجه بجد جميله. يعني انا حزنت لما الشرطه هبطت والداخليه هبطوا. مجهود لناس كبيره جدا، ناس كتيره جدا مجهود عملته عشان الفرق دي تطلع. ما كانش في دعم يا كابتن بصراحه. فهو الدعم ده نمره واحد يا ميدو، يعني الدعم فعلا الدعم المادي ده اساس ان هو بيساعد انك انت توفر لك الادوات، توفر لك الملعب، اوفر لك لبس، اوفر لك وجبه، معسكرات، اوفر لك معسكرات، اوفر لك عقود لعيبه، اوفر لك بدل انتقال للعيب. ما هو اللعيب دلوقتي بيعاني، يعني لعيب الكوره اللي بيروح الانديه والحاجات دي بيبقى برده لسه على قده، يعني ما فيش عربيه، ما فيش، بيركب مواصلات، محتاج فلوس عشان بدل انتقال يتحرك بيها. فالناشئين دي محتاج وجبه بعد التمرين، محتاج وجبه يعني حاجات كتير بجد. ولعيب الكوره سبحان الله يعني حتى بتاعت بره، لعيبه بره بيبقى طالع من يعني اسر متوسطه يعني، واخد بالك، فمحتاج يساعد. وبعد كده لما ربنا بيكرمه بيساعد عيلته وبيساعد اسرته، بتبقى بالنسبه له حاجه كويسه. فالدعم المادي ده اللي احنا بنقول عليه بتكلم عليه مهم قوي قوي. يعني حتى النوادي دلوقتي الكبيره لو عانت من الدعم خلاص بتبقى شكرا. مشكله شكرا. عايز اجيب لعيب كويس مش قادر، عايز اجيب مدرب كويس. في انديه بدات تنزل كمان من قله الدعم. ما هي الانديه كانت المفروض ان هي عندها دعم كبير احنا جدا. بنشوف دلوقتي الانديه الشعبيه اللي هم اللي بيجيب مثلا رجل اعمال او بيجي رئيس نادي بيصرف وبيطلع وبيحاول يعمل يدخل دعم، او جايب حد يتولى شؤون الفرقه يصرف. ما بيستمرش عشان يستمر. ما بيستمرش لان برضو اللعيبه ما بتساعدش، لان برضو الامكانيات بيلاقي الفرقه ما بتحققش النتائج، فالراجل بتلاقي غصب عنه ما بياخدوش. فعايز بس الدعم ده لازم مستمر، لان الفرقه ممكن تهبط ولو نزلت ما بتطلعش تاني. عشان تطلع صعب جدا، احنا شفنا الترسانه. يعني اتمنى طبعا لعلاء ميهوب ربنا يوفقه في الترسانه السنه دي، هيبقى محتاج دعم جامد جدا معنوي ومادي، وانه يصعد بالفرقه ترسانه. طبعا ترسانه دي كان انديه كتير، انديه كتير جدا، السكه الحديد، المنصوره، المحله، الحين، فريق الفرقه، ما هي دي يا ميدو ايه؟ دي اللي عندهم جماهير. يعني الاهلي يروح يلعب المحله، يروح يلعب طنطا، في جماهير صح موجوده. كان معايا جمال بجاتو امبارح قال لي بصراحه الدوري بتاعنا يعني ممكن نقول عليه دوري شركات اكتر ما هو دوري بقى جماهيري. ما هي يعني بس على الاقل لما يكون ماتش اهلي وزمالك، اسماعيلي، اتحاد بيلعبوا تستمتع بالجماهير، دخل الناس، الناس تخش تحضر، وقنن اللي انت عايز تقننه زي ما انت عايز، ان الناس بنظام التذاكر، وبعدين تتباع من بدري. يعني دلوقتي انا عايز احضر ماتش السوبر بتاع الاهلي والزمالك، متحدد من دلوقتي مثلا، تحدد التاريخ، بتقطع التذكره انت خلاص عارف، وايه ممكن يتلعبش في مصر، ممكن تلعب زي ما بيحصل بره، بيجي يقول لك هروح يتلعب في تمام. اي دوله تانية تمام. تلاقي الجماهير هناك. طب دول راحوا ازاي؟ بيروح والله تذاكر وفنادق وكل ده بيتحجز، بيروح كل ده يتعمل هنا كده برضه، هترجع لنا رونق الكوره طبعا بامانه طبعا. انت لما احنا كلنا اهو، ما احنا لعيبه كوره. طب احنا يعني قبل ما نطلع فاصل اسال حضرتك سؤال، ايه اللي مأخرنا في رجوع الجماهير؟ مع ان احنا رجعناهم في افريقيا وكانت الدنيا جميله قوي، ولا دي جماهير راحت تتبسط؟ هي بتبقى ناحيه، بص هي ناحيه امنيه نمره واحد طبعا، لو بياخدوا موافقه الامن، ان بس لو اتنظمت بالطريقه اللي هي زي افريقيا دي المانع ما خلاص، وزي ما الاهلي بينظم بصراحه خلاص بقت منظمه تمام. واللي يعمل حاجه شغب اي حاجه يتحاسب. انا معاك جدا. لا يتحاسب. فانت قبل ما تعمل الكلام ده ميدو عندك قانون، يبقى في قانون اقدر احاسبك. ما فيش واحد مثلا يكسر كراسي او يضرب طوبه او يضرب ازاز، واخد بالك، او يضرب على الشرطه او يضرب على الجيش او اي حاجه، وبعد كده يدخل وشويه يروح طالع يقول لك معلش اصل عشان طالب ومش طالب. لا لازم في قانون، فالقانون بيسري عليه على الكل لازم. فلو في قانون ودخلت الناس يبقى انت كده يا ميدو احنا محتاجين ده. الانديه محتاجه الكرة. روح الكوره، هي روح الكوره. وبعدين يعني بيني وبينك الكوره، اي ماتش تلاقي الناس كلها بتبص على الماتش ده. الناس دلوقتي بقت الاولاد حتى الصغيرين يا كابتن، كل السوشيال ميديا كله دلوقتي كوره، بيتكلموا، لا الاولاد الصغيرين كرة. بيتكلموا عن فرق ليفربول ومحمد صلاح وفريق برشلونه والحاجات دي بالزبط. اكتر ما بيتكلموا على الدوري المصري. متابعين جامد جدا، ويمكن حافظين اكتر منا بكتير. لكن احنا عايزين نرجع والله دي بكتير يا كابتن. هنرجع دي مع الجمهور ان شاء الله. الجمهور بقى بص، يعني انت سهل قوي، لو انا في اتحاد الكوره
مسؤول هقول لك ماتش الاهلي جمهور عمل مشاغبه، الجمهور نفسه عمل مشاغبه لعاقب الراجل اللي اتشاغب، لما تم هوقف الماتش اللي بعديه من غير جمهور، لكن ما عاقبش النادي قول له ادفع غرامه. ما انت كده بتزود حمل على النادي، يعني انا بقول النادي عليك 50,000 جنيه، طب النادي ذنبه ايه؟ يعني الاهلي او اي نادي الزمالك او بتاع اجي اقول له ادفع 50,000 جنيه غرامه عشان عندك في جماهير دخلت كسرت المدرجات. لا وانا ممكن واحد يدخل لي اصلا مش من جمهوري يعمل أيوة اي حاجه، هيقول لك ممكن واحد يدخل عشان اقول لك فبيتعاقب. لا انا امسكه واخد بالك، والكاميرات تشتغل والتذكره صح موجوده صح والكراسي محدوده، اللي يعمل حاجه تعالى صح يتحاسب صح، يبقى في راضي عشان ما نقعدش بقى كل شويه نقول مفيش جمهور، لا معلش، لا اصل الامن، لا اعمل نظام سيستم، اعمل قانون كويس ودخل الناس بتروح تستمتع. طيب هو المناوض بكده اتحاد الكره اللي عين من قبل الفيفا اللجنه الخماسيه لحضرتك، طبعا اكيد انا هسال حضرتك فيها بعد ما نطلع فاصل وتشرب الشاي بتاعك ان شاء الله. جميل جميل مع النجم الكبير الكابتن فوزي سكوتي. اهلا بحضراتكم من جديد، كنت قبل الفاصل بسال الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي عن اللجنه الخماسيه اللي عينت من قبل الاتحاد الدولي لاداره الاتحاد المصري لكره القدم. يعني هو كنت جبت الدكتور محمد فضل الله اللي هو خبير اللوائح، وقال اصلا ما يحقش الاتحاد الدولي ان هو يعين لجنه في الاتحاد المصري، لكن خلاص اتعينت خلاص واحنا كل اللي قدامنا ان احنا نتفائل وان احنا ندعم، ما هي جايه من الاتحاد الدولي توافق خلاص تمام، ما حدش اعترض تمام. فاحنا ما فيش قدامنا حلول يا كابتن غير ان احنا ندعم ونتفائل. حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ يا ريت، يعني هم اللجنه دي الله يكون في عونها برضه، يعني جايين في وقت صعب جدا وكلهم ناس افاضل وربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله. الله يكون في عوني، الله يكون في عوني ان انا اعمل حاجه كابتن فوزي اخدم بيها بلدي. لا الله يكون في عوني من ناحيه ايه؟ هقول لك انا اتفضل. اللي المفروض يحصل يا ميدو بامانه بجد انا كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره، رئيس اتحاد كره القدم تمام انا مش موظف في اتحاد الكوره، ما باخدش مقابل تمام، نمره واحد. انت شايف الموضوع ده صح يا كابتن؟ استنى بس، طب يعني عشان النقطه دي كمان قبل ما نغفلها، شايف ان انا اشتغل بدون مقابل؟ اللي في الاتحاد الدولي بيشتغل بمقابل ولا بدون؟ الله اعلم. بالقطر كان بياخد فلوس، كان بياخد مرتب تمام. فهو احنا بالنسبه لنا اللي هو بيدخل مجلس اداره حتى الانديه ده ملوش دعوه. طب ليه لا؟ لا يا كابتن؟ ما هي لو اتعملت كده وبقت عضو مجلس الاداره او رئيس اتحاد كره القدم بيقبض مرتب لازم كل يوم متواجد. طب ما ده المفروض. لو مش هينفع انا كعضو رئيس اتحاد الكوره او عضو اتحاد الكوره بعين لجنه تمام. فانت قبل ما تعمل الكلام ده ميدو عندك قانون، يبقى في قانون اقدر احاسبك. ما فيش واحد مثلا يكسر كراسي او يضرب طوب او يضرب ازاز واخد بالك، او يضرب على الشرطه او يضرب على الجيش او اي حاجه وبعد كده يدخل وشويه يروح طالع يقول لك معلش اصل الزرقاء عشان طالب ومش طالب. لا لازم في قانون، فالقانون بيسري عليه على الكل لازم. فلو في قانون ودخلت الناس يبقى انت كده يا ميدو احنا محتاجين ده، الانديه محتاجه روح الكوره، هي روح الكوره. وبعدين يعني بيني وبينك الكوره اي ماتش تلاقي الناس كلها بتبص على الماتش ده، الناس دلوقتي بقت الاولاد حتى الصغيرين كابتن كل السوشيال ميديا كله دلوقتي كوره بيتكلموا، لا الاولاد الصغيرين كرة. بيتكلموا عن فرق ليفربول ومحمد صلاح وفريق برشلونه والحاجات دي بالزبط. اكتر ما بيتكلموا على الدوري المصري، متابعين جامد جدا ويمكن حافظين اكتر منا بكتير. لكن احنا عايزين نرجع دي، هنرجع دي مع الجمهور ان شاء الله. الجمهور بقى بص، يعني انت سهل قوي، لو انا في اتحاد الكوره مسؤول هقول لك ماتش الاهلي جمهور عمل مشاغبه، الجمهور نفسه عمل مشاغبه لعاقب الراجل اللي اتشاغب، لما تم هوقف الماتش اللي بعديه من غير جمهور، لكن ما عاقبش النادي قول له ادفع غرامه. ما انت كده بتزود حمل على النادي، يعني انا بقول النادي عليك 50,000 جنيه، طب النادي ذنبه ايه؟ يعني الاهلي او اي نادي الزمالك او بتاع اجي اقول له ادفع 50,000 جنيه غرامه عشان عندك في جماهير دخلت كسرت المدرجات. لا وانا ممكن واحد يدخل لي اصلا مش من جمهوري يعمل أيوة اي حاجه، هيقول لك ممكن واحد يدخل عشان اقول لك فبيتعاقب. لا انا امسكه واخد بالك، والكاميرات تشتغل والتذكره موجوده صح والكراسي محدوده، اللي يعمل حاجه تعالى صح يتحاسب صح، يبقى في راضي عشان ما نقعدش بقى كل شويه نقول مفيش جمهور، لا معلش، لا اصل الامن، لا اعمل نظام سيستم، اعمل قانون كويس ودخل الناس بتروح تستمتع.
طيب هو المناوض بكده اتحاد الكوره اللي عين من قبل الفيفا اللجنه الخماسيه لحضرتك طبعا اكيد انا هسال حضرتك فيها بعد ما نطلع فاصل وتشرب الشاي بتاعك ان شاء الله. ماشي جميل مع النجم الكبير الكابتن فوزي سكوت. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل بسال الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي عن اللجنه الخماسيه اللي عينت من قبل الاتحاد الدولي لاداره الاتحاد المصري لكره القدم. يعني هو كنت جبت الدكتور محمد الدكتور فضل محمد فضل الله اللي هو خبير اللوائح وقال اصلا ما يحقش الاتحاد الدولي ان هو يعين لجنه في الاتحاد المصري لكن خلاص اتعينت خلاص واحنا كل اللي قدامنا ان احنا نتفائل وان احنا ندعم ما هي جايه من الاتحاد الدولي توافق خلاص تمام ما حدش يعترض تمام فاحنا ما فيش قدامنا حلول يا كابتن غير ان احنا ندعم ونتفائل. حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ يا ريت يعني هم اللجنه دي الله يكون في عونها برضه يعني جايين في وقت صعب جدا وكلهم ناس افاضل وربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله. الله يكون في عوني الله يكون في عوني ان انا اعمل حاجه يا كابتن فوزي اخدم بيها بلدي. لا الله يكون في عوني من ناحيه ايه؟ هقول لك انا اتفضل. اللي المفروض يحصل يا ميدو بامانه بجد انا كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره رئيس اتحاد كره القدم تمام انا مش موظف في اتحاد الكوره ما باخدش مقابل تمام نمره واحد. انت شايف الموضوع ده صح يا كابتن؟ استنى بس طب يعني عشان النقطه دي كمان قبل ما نغفلها شايف ان انا اشتغل بدون مقابل؟ اللي في الاتحاد الدولي بيشتغل بمقابل ولا بدون؟ الله اعلم. بالقطر كان بياخد فلوس كان بياخد مرتب تمام فهو احنا بالنسبه لنا اللي هو بيدخل مجلس اداره حتى الانديه ده ملوش دعوه. طب ليه لا؟ ليه لا يا كابتن؟ ما هي لو اتعملت كده وبقت عضو مجلس الاداره او رئيس اتحاد كره القدم بيقبض مرتب لازم كل يوم متواجد. طب ما ده المفروض. لو مش هينفع انا كعضو رئيس اتحاد الكوره او عضو اتحاد الكوره بعين لجنه تمام اللجنه دي مسؤوله كل لجنه عن حاجه معينه تمام الرئيس اللجنه اللي هو مسؤول عنها ده ميدو هو اللي بيديرها. بعمل مثلا الدوري المحترفين لجنه تدير شؤون دوري المحترفين تمام مجلس الاداره ملوش دعوه عليه انه يحاسب اللجنه اللي مسؤوله عن الدوري ده في نهايه المكان او بيتدخلوا في وقت يكون في حاجه يقدروا هم يحلوها تمام. لكن في ناس محترفه الناس المحترفه دي بتقبض مرتب اللي بيطلع لها المرتب ده الاتحاد. فبقى انا مسؤول مثلا على لجنه محترفين 3 4 5 يوميا موجودين فين؟ في ليه مكتب وليه الموظفين اللي تحت ايده او ليه الناس اللي بتشتغل معاه بيدير الكوره. بس مين اللي بيختار؟ مين المنوط بالاختيار؟ لو انت عايز الصح طبعا بتتعمل لجنه مش لجنه اعضاء الجمعيه العموميه. دي بقى مشكله بقى ميدو وطبعا ممكن حد كتير يقول لك لا ما ينفعش. عشان تصلح الكوره في مصر الجمعيه العموميه اللي موجوده تبقى 18 نادي الدوري الممتاز تمام هم اعضاء الجمعيه العموميه. بامانه لو انت عايز تصلح الكوره في مصر دي بدايتها وانا جوه اتحاد الكوره وعارف بدايتها اعضاء الجمعيه العموميه في اتحاد الكوره هم 18 نادي الدوري الممتاز تمام. ليه؟ مش هنفتح قوي يعني بس انا بقول لك 18 نادي ال 18 رئيس نادي الدوري الممتاز كلهم ناس شخصيات كبيره ومعروفه جمال ورؤساء الانديه الثانيه الدوري الممتاز بيه او الدوري الدرجه الثالثه او بس في مراكز شباب كتيره مراكز الشباب دي يا ميدو دي الصوت بتاعها زي صوت النادي الاهلي. هل ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. زي نادي الزمالك خلص. زي نادي الاسماعيلي زي الانديه الكبيره بصراحه يعني النادي الاهلي يبقى ال 18 نادي دول اللي بيختاروا الدوري الناس اللي هم بتدير دوري المحترفين واتحاد الكره رئيس الاتحاد والاعضاء هم اللي بيحاسبوا اللجنه دي بيحاسبوا لجنه المحترفين. بص لجنه المحترفين تدخل على الدوري الممتاز به في لجنه مسؤوله عنها دوري الدرجه الاولى الثانيه الثالثه يبقى بص اتحاد الكره هو بيدير العمليه كلها بس هو بيتفرج على اللجان اللي هو اللي اتعينت اللي عينت من قبله او من قبل الجمعيه العموميه تمام لان اللي هيتنقوا ماشي وهيتوافق عليهم تمام هم دول اللي هيديروا الكوره. انت عندك لغايه دلوقتي احنا دوري محترفين عايز يا كابتن بقى لغه احترافيه كبيره قوي مش احترافيه قعد 18 انت ما انت بص عشان تصلح اللي احنا فيها هتصلح من تحت صعب. ولا تصلح من تحت تبدا من تحت الاساس ولا هتبدا من فوق؟ لا ابدا من تحت ابدا الاساس طبعا لو اساس بايظ هتقع الاساس منهار انت دلوقتي عايز تلحم عايز تعمل عايز
عايز تعمل دوري ممتاز صح؟ كنت لسه اقول لحضرتك كان تامر بجد قال لازم ننسف ونعيد البناء من اول. ما ننسف احنا نفسي. يعني احنا بص يعني انت عندك دلوقتي المفروض تعمل الفريق الكبير المنتخب القومي المفروض يبقى فيه مدرب. طب ما اللجنه دي في ايديها تعمل كده دلوقتي كده. اللجنه تقدر تعين ناس مسؤوله تمام عن ان هم يجيبوا ناس مسؤوله تختار المدرب ويبقى الاتحاد الكوره تمام اللجنه استاذ عمرو جناني ومحمد فضل وكلهم المجموعه كلهم تمام هم بيديروا العمليه بس هم بيشرفوا بس. لكن في القرارات اللي خدوها امبارح جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد الموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا. تمام اعمل اللجان واللجان دي اختار فيها الناس اللي تديرها صح وحاسبه انت مسؤول ايه وياخد وبياخد مرتب. ما رئيس لجنه ده يعني انا مثلا باحترامي طبعا لعامر حسين طبعا وكتر خيره على اللي عمله الفتره اللي فاتت دي ما يجيش يقول ما باخدش اجر. لا لا تاخد اجر وتيجي وتبقى موجود في الاتحاد. ما ينفعش نقول كده بصراحه. يا اما اقبل من الاول واسكت واشتغل بجد يا اما ما اقبلش طالما انا مش عايز. يعني احترامي طبعا لعامر حسين طبعا اخونا وحبيبنا راجل محترم جدا وبتاع دكاتره بس انا بقول ايه بصرف النظر عن كل انت لما تيجي انت بتيجي تحط واحد بعيد عن اتحاد الكوره انا بعين لجنه بياخدوا فلوس بياخدوا اجر على شغله تواجده كل يوم المدير الفني لاتحاد الكوره بياخد اجر تواجده كل يوم لازم المدير التنفيذي شغله اللي بيطلع يعني جوابات وبيطلع حاجات الشغل كله موجود كل يوم دول بياخدوا اجر بالظبط. فانت دلوقتي بدل جبت لجنه تمام ما اقعدش اقول لك اجي اللجنه تقول راي يروح داخل المجلس يقول لك لا 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 يبقى انت اللجنه دي مالهاش لازمه تمام. ماتش الاهلي ولا الزمالك انت بتقول ميعاد كذا بعد يومين المجلس يقول لك غير. كابتن بخبراتك الكبيره جدا شايف لو قلت لك قول لي لجنه تختار مدير فني مثلا ممكن يبقى فيها مين؟ عندنا اساتذه كبار بامانه بجد يعني عندنا اساتذه كبار في الاهلي وفي الزمالك وفي الاسماعيلي كلهم لعيبه كانوا لعيبه قدامه ومش لازم لعيبه قدامه على فكره والله عندنا مش لازم قدامة عندنا بس يعني بس قليل قوي بصراحه اللي بيبص للمصلحه. احنا جايبين الدكتور طه اسماعيل ماسك اللجنه الفنيه بتاعت يعني مع محمد رمضان مع زكريا مع سوري مع كابتن زكريا خالد بيبو مع كابتن زكريا واخد بالك بجيب من هنا ومن هنا بتنقي وهو ماسك اللجنه. انا جيت قلت دلوقتي ميدو فوزي هما المسؤولين تمام ما تجيش انت تاخد قرار وتاني يوم يغيره لك يبقى انت مالكش لازمه. تمام وده اللي كان بيحصل. يعني انا اجيب لجنه اشكلها واديها كل الصلاحيات هي اللجنه مسؤوله قدامك هي اللي بتدير هيجي مثلا يمسك الدوري الممتاز عمل الجدول الدوري الممتاز اتحدد المواعيد السوبر يوم كذا بعد يومين تلاقي تاجيل السوبر نظرا مش عارف ليه بره ما بنلاقيش الكلام ده ليه. انت بتقعد كاللجنه اللي هي بتدير الدوري الممتاز مع الاهلي والزمالك بطوله افريقيا بطوله العربيه البطولات اللي عندك بتحط عندك في الاجنده تمام خلاص انت بتلعب الدوري جمعه وسبت او سبت وحد وعندك ثلاث واربع بتلعب بطوله افريقيه بتراعي ظروف السفر كافريقيا هو سيستم هو اهم حاجه سيستم عندنا سيستم كويس بس انت الحد. عندك فانت بتحط احنا بنيجي نقول ايه هنبدا نلعب الدوري الممتاز اول اربع خمس ماتشات وبعدين هنبقى نقول بس صدقني يا كابتن فوزي انا بسال حضرتك سؤال مباشر لو قلت لك اختار لي اربع اسماء تختار مدير فني الاتحاد للكوره الفريق الاول المنتخب الوطني يعني حضرتك هتفكر كتير. مش هفكر هختار بص هختار ناس كبيره في الكوره اسامي كويسه جدا وعارفه المدرب وهو كان بيشتغل اصلا مدرب منتخب عارف هو كان بيعمل ايه. طب قول لي اربع اسماء كلجنه بس انا مش قادر اقول لك اختار مدير فني اقول لك حاجه بس اختار مدير فني بس مصري او يعني ايا كان يختاروا مدير فني يصلح لاداره المنتخب الوطني في الفتره اللي احنا فيها. لا عندنا اسامي ناس كتير والله قول اربعه انا مش قادر اقول اسامي معينه. طب لو اقول لك كابتن فوزي اختار لنا اربعه هقول لك حاجه هقول لك انا دايما من... بضغط على الضيف لما يكون في حجم حضرتك هقول لك حاجه لان لا 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 انا اخد رايه فعلا ليه لا. يعني انت مع احترامي طبعا كابتن حسن شحاته لو مش هيمسك يبقى رئيس اللجنه تمام يبقى يمسك لجنه تمام. في اللجنه لاختيار المدرب تمام ما هو اختيار المدرب مش لجنه اختيار مدرب هي لجنه بتدير الكوره مسؤول عن المنتخب خلاص تمام كابتن حسن شحاته كابتن طه اسماعيل او كابتن فوقود في الاهلي كابتن انور سلامه يجي من نادي الاسماعيلي هجيب واحد من نادي
اتحاد السكندريه اجيب واحد. عايز تجيب يعني من كل نادي عايز تعمل ديمقراطيه حتى هجيب في الانديه كلها. واسامي كلهم اسامي كويسه جدا ولاعيبه قديمه ولاعيبه منتخب. وتعالى قيم يعني حط هم هيجيبوا بقى يقول لك ايه هنجيب مثلا حسام حسن هنجيب حسام البدري لا هجيب ايهاب لا هجيب فلان كابتن فاروق جعفر هجيب مش عارف ايه خلاص. هو لو حضرتك في اللجنه ديت هو يقول لك رشح اسم ترشح مين حاليا دلوقتي؟ انا لحسام حسن لحسام البدري. طب ده ليه وده ليه؟ الاثنين دولي لعبوا منتخبات وحققوا بطولات وخبرتهم كبيره تمام. انت لما بتيجي تختار مدرب زي النادي الاهلي لما بيجي يختار مدرب اجنبي دلوقتي بيعمل ايه؟ بيشوف السي في بتاعه بالظبط مش كده؟ شوف خبراته وشوف البطولات اللي انت حققتها. مع احترامي لإيهاب طبعا إيهاب جميل جدا عماد النحاس جميل جدا الناس دي اعملها مساعدين ياخد الخبره ويمسك بعد كده يا ميدو. ما دي اللي انا كنت عايز اقولها برضو. هل ترشح اسمين بس كابتن حسام بدري وكابتن حسام حسن وحسام حسن تمام حاليا في الفتره دي اللي احنا كده فيها كده لما كنت بتكلم عشان في ناس بس بتفهم غلط احنا لما بنتكلم في المصلحه العامه اقسم بالله انا بنسى اي حاجه خالص. لا 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 مالناش دعوه كابتن حسام بدري دلوقتي هو يعني اختار ان هو يبقى في العمل الاداري ما كانش قصدي اي حاجه تاني خالص احنا بنفصل فصلان تام يعني لكن انا بتكلم لا وحسام البدري ابن النادي الاهلي لا انا قصدي ان هو يعني خلاص اشتغل في المجال الاداري فممكن يكون خلاص مش عايز يرجع المجال الفني تاني فعشان كده كنت بتكلم على حسام حسن تحديدا لكن طبعا حضرتك طبعا لا حسام ما اعتقدش ان هو مش عايز اقول اتفرضت عليه هي اللي جات له ماشي يعني مش عايز يعني لا لا حضرتك بترشح لكن هو دول للبطولات وللخبرات هقول لك ليه يا ميدو انا محتاج حد بسرعه ليه وطبعا اللجنه اللي هي مسؤوله دلوقتي انا بقول رايي بس ما مش اجبار أكيد طبعا لا أكيد ومع احترامي لجميع الاسامي أكيد أكيد كلهم اسامي مدربين يعني انا بقول لك انا دلوقتي لو تيجي تقول لي مثلا تعالى فوز يمسك منتخب مع حد ايه المشكله الاثنين اسمين بس لا في اسم يا كابتن ما ينفعش لا انا للمصلحه العامه انا ما ينفعش يعني انت ميدو اصغر مني ما ينفعش تيجي تقول لي يا فوزي تعالى امسك مع ميدو تمام يعني واخد بالك احترام تمام. السن واحترام أكيد. كل أكيد. حاجه اراعي فيها يعني انت لو عماد النحاس دلوقتي تعالى امسك مع حسام البدري او حسام حسن ايه المشكله ما فيهاش مشكله بس ممكن تكون هو بس اقول لك حاجه عماد النحاس مشكله انا اقدر لما انا اتكلم انا بحطك عشان باهلك انك انت عندي حسام عندي عماد بعد كده عندي حسام البدري عندي ايهاب واخد بالك تمام احنا مشكلتنا لما بنيجي نتكلم على مدرب يا ميدو زي ما بتقول عايز قول لي اربع لعيبه يبقوا لجنه ما بنعملش كوادر خلي بالك يعني انت دلوقتي جميل جميل انت دلوقتي هتجيب مدرب اجنبي للنادي الاهلي طبعا محمد يوسف موجود او سامي قمصان موجود الاثنين دول شغالين معاه لو جه ممكن يمشوا تمام او مثلا ما حصلش قبول ليهم لو الخواجه مشي ما تمام. حصلش قبول ليهم تمام تمام ايه اللي بعد كده هتعمله هتقعد تدور على مدرب اجنبي طب انت بتجيب مدرب اجنبي يا ميدو وزي ما حصل مع لازارتي دي توفيق طبعا بتاعت ربنا انه خسر تمام تمام طلعنا من بطوله كاس مصر وطلعنا من كاس بطوله افريقيا تمام تمام طب ما انت لو مسكت واحد مصري واحد ابن النادي يعني انت ضامن يكسب او يفشل مفيش حاجه مضمونه بس مفيش حاجه مضمونه بالزبط. طب ما انا كسب طب ما انا بجيب واحد اجنبي مش عارف هيحصل ايه طب ما انا شغل المصري واولا بتوفر لك في المصاريف طبعا وبيبقى في العلاقه اللي هو قريبه بينه وبين اللعيبه خلي بالك عشان احنا لعيبه احنا فاهمين اللعيب بيبقى حاسس بايه تمام المدرب الاجنبي بيبقى زي ما انت قلت كده عايز اللعيب يتجهز انا ممكن اللعيب بيبقى واقع ويجهز بقاعده معاه طب نفسيا طب في سؤال يا كابتن فوزي في سؤال عشان حضرتك بتتكلم في موضوع الكوادر دي مهمه جدا تمام هو النادي الاهلي بيعمل كده لما مثلا مدير فني اجنبي بيمشي يبقى في كادر بيمسك لغايه لما يتولى مسؤوليه الفريق بصفه تمام. يعني شويه او مدير فني اجنبي بيجي تاني لكن الضغط الجماهيري دلوقتي على النادي الاهلي تحديدا في كل البطولات هل ده يتحمله مدير فني مصري؟ بص يا ميدو النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي دلوقتي ومعاه الاعضاء المجلس الاداره الموقرين كلهم النادي الاهلي كيان كبير وما كانش النادي الاهلي بياخد قرار ابدا بناء على لا خالص خوف من الجماهير خالص او بتاع ولا بيحصل يا كابتن لكن هم بيدوروا على مصلحه منفصل لا بيدوروا على مصلحه النادي الاهلي نمره واحد اكيد
يعني انت لما جيت كان مانويل جوزيه تمام، حطيت معاه حسام بدري فتره كبيره، شرب وبقيت محضره ان هو يمسك تمام، ولما مسك ربنا وفقه وبعد كده خلاص تمام. اللي بعده واللي بعده، طب اللي بعده واللي بعده ده هتجيبهم منين؟ يبقى في كوادر، كوادر او في عدد عندك زي ما بتعمل في الفرق تمام. حتى لو طلع بره بره يعني، يعني مثلا زي عماد النحاس طلع بيمرن في المقاولين تمام وربنا موفقه، ما هو برضه لعب في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي تمام، احتاجه تعالى تمام، يبقى برضه مع مدرب كبير يبقى لغايه انت لما بتحضر منه زي كابتن حسام بدري، يبقى انت شريف بتحضر بن كوادر، نصر، كابتن مصطفى منعم مختار، لحد كابتن قول رمضان السيد، كابتن تمام. محمد عامر، تمام مجموعه كبيره جدا مش عايز انسى حد طبعا، ناس كباتننا قبل كده كتار جدا تمام، الناس دي لازم يبقى انا عندي كوادر يا ميدو. محمد يوسف ربنا موفقه جميل شغال، لا قدر الله حصل حاجه في حد غيره خد بطولة افريقيا محمد يوسف برضه يا كابتن فوزي، اما انا بقول لك يعني والراجل انت شغال دلوقتي كلهم زي مدرب عام الفل تمام. وهيشتغل وهيبذل اقصى ما عنده لان ده بالظبط متربي في النادي وابن بالظبط النادي، مع احترامي للاجنبي بيبقى جاي عايز يكسب، واخد بالك؟ في اي حاجه تحصل هياخد شنطته والسلام عليكم، واديني الشرطه الجزائي والحاجات دي كلها. عشان كده انت بتدور على مدير فرق اجنبي وبتاخد وقتك فيه، اللي هو شكل النادي شويه، مش بتشوف عايز فيه شكل اجيب النادي شويه. مش عايز اجيب واحد بالظبط بسرعه عشان لازم في تمهل، عشان بالظبط كده زي ما انت قلت هي مش ساعات، هي ممكن تبقى ايام بالظبط، تبقى بس احنا اسابيع. بنقول ساعات قليله اللي هي يعني بنطمن الناس ان احنا شغالين كويس قوي قوي قوي، مش ساعات قليله اللي هو لا هي يعني كام اللجنه ساعه بتبقى جاي. يعني اللجنه محترمه، كابتن طه اسماعيل وزكريا طبعا وخالد بيبو وكابتن محمود طبعا عايزين يجيبوا المدرب اجنبي عشان يبدا بدري تمام، يبقى عشان في عنده يحفظ وقت اللعيبه، تمام دي اللي احنا بنقوله تملي. حتى لو مدرب مصري تمام لما يجي يتنقل حته، كابتن مختار مثلا يروح يمسك نادي ما يروحش في وسط الموسم، ما يروحش في عندنا كابتن ماهر همام دلوقتي في الانتاج الحربي، كابتن ربيع ياسين اهو ماسك في منتخب، عندنا كوادر عندنا ناس شغاله تمام. يوم ما تزنق النادي الاهلي عندك يبقى عارف اعمل كوادر، ده النادي الاهلي. نفس الكلام المنتخب، انت بتحضر عندك منتخبات، منتخبات ناشئين ومنتخبات شباب ومنتخب الاولمبي ومنتخب كبير، اللي شغالين دول تحت دول كوادر مش حاططهم منظر. انت عندك ما شاء الله كابتن فوزي، حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا، عندك ده ما مهم شاء الله جدا ده كوادر، يا ميدو. كوادر عندك كوادر ده كوادر بالفعل مش في موجود الكرة بس كمان، ده في في اي كل حاجه. حتة، في كل حتة لازم تعمل كوادر، عشان حتى مع احترامي طبعا سيادة الرئيس دلوقتي بيقول لك انا بعمل شباب وبعمل كوادر، انت واخد يعني لازم ناخد برضو الافكار دي، لازم يبقى عندك انت مدربين كوادر اكيد اكيد بس. يعني وان انت لما بتيجي تقيم مدرب مش بتقيمه ايه نتائجه، ايه مسك، ايه بالظبط بالظبط اشتغل فين، بالظبط حقق ايه، بالظبط ما هو ده السي في بتاع المدرب بالظبط. تمام. طب ما انت انت اديله في كلام، عشان اكد على كلام حضرتك برضو، احنا ليه المجلس الاداره او مخلي محمد يوسف في المكان لغايه دلوقتي؟ محمد يوسف كادر كبير جدا، محمد يوسف خد بطوله افريقيا، خد دوري، هو محمد يوسف قليل ما انا بقول كده، احنا بنتكلم في ابن الكوادر النادي الاهلي بالظبط ولعب في النادي الاهلي بالظبط، وحقق بطولات فانت في النادي الاهلي انت مش وجاب قلقان لك بطولات في البتاع، الراجل اديله فرصته يعني واخد بالك، وخد فرصه محمد يوسف في مكانه ولما كبيره بص جدا وهيقدر يقرب من اللعيبه كويس جدا، اكيد والتوفيق ده بتاع ربنا. اكيد في حاجه بقى يعني تملي بيخافوا منها الجمهور، ان الجمهور ما بيبقاش راضي، الجمهور مش مبسوط، لكن لو الراجل اشتغل وربنا وفقه وعامل لك فرقه كويسه وبتحقق النتائج هو ده المطلوب. هو بتفصل طبعا بين ان انت بتاخد قرارك، وده طبعا موجود في النادي الاهلي، بتفصله خالص عن الجماهير، وفي نفس الوقت انت عندك قلبك برضو ايه، جماهيرك يعني، جماهيرك انا جماهير، بس انا لكن خلي بالك اتخاذ القرار طبعا بعيد خالص. معروف يا ميدو اللي في الكوره اللي بيمسك في الكوره وابن المكان وابن النادي قلبه على الفرقه اكتر، يعني بينسى بيته اكيد، وده بينسى اللي بيحصل نفسه يا كابتن، وده اللي بيحصل وبيعيش مع الفرقه ومش عايز يخسر. احنا ما بنجاملش الناس بس ده اللي بيحصل، لا ده هو اللي ده اللي بنشوفه. بيحصل وبيموت نفسه وبياخد رؤي، مش هقول انت لك ايه، شفت كمية، بياخد عشر المدرب الاجنبي بياخده، انت والشغل شفت اللي بيحصل اللي بيعمله نفس الشغل اللي بيعمله الاجنبي. يعني اللي حصل اللي حصل السنة اللي فاتت ما يتحملوش بني ادم اساسا. طبعا في العموم مش عايزين نفتح، بس بقول لك على ايه، اصل انت قلت لي يعني بينسى بيته، هم نسوا كل حاجة، نسوا اساميهم نفسهم عشان بأمانة. النادي الاهلي، والله والله العظيم يا كابتن، يعني ده دي حاجة ده دايما، مش الفرقة الكبيرة كمان، ده في الناشئين، دي يعني حاجة فرقة بيبقى عايز يموت نفسه عشان يثبت ان هو راجل انا كفء بتكلم والراجل كمان مدرب يعني كويس برضو وبياخد بطولة. حضرتك لو موجود في مجلس إدارة اسم فوزي سكوتي، اللي كان حد يعني طبعا مش عايز اجمل في الكلام قوي، لكن اللي كان حد يتمنى يقعد معاك، لا كابتن نعمة من خطيب عند اللي كان ربنا حد الحمد يتمنى لله. يقعد معاه او يسلم عليك، نعمة من كل عند من ربنا مجلس والله. إدارة الموقرين، الناس الكبار اللي يعني الواحد بيمسك نفسه لا انت والله عارف خلي العظيم، بالك يعني الناس دول فعلا هو استحملوا اللي دلوقتي مفيش بني ادم يستحمله عشان المجلس، اسم النادي الاهلي. هو المجلس بتاع النادي الاهلي او مجلس اي نادي
بيبقوا قاعدين ويقعدوا يفكروا في المدرب ليه، حتى لو مدرب مصري مش مدرب اجنبي، بينقوا حاجه كويسه اللي طبعاً هو ينجحهم. طبعا ما هو ده نجاح للمجلس طبعاً. يعني انت يعني عندي لو انا مثلا رئيس قطاع وعندي مدربين تحت، مش بتنتقي المدربين؟ المدرب ده اللي بيشتغل بالظبط، وده اللي بينجحك بالظبط. نفس الكلام المجلس الاداره، المدرب اللي انت بتجيبه اميده، المدرب ده عايز، هو عايز ينجح، ونجاحه ونجاح الفرقه بالزبط. نجاح المجلس بالظبط. لا ونجاح المجلس هي كلها مرتبطه ببعض. مش يعني عايز اقعد اتكلم على المجلس كتير عشان الناس ساعات بتفهم الكلام ورا الكلام ده، فعلا بتكلم ربنا اللي يعلم. عن المجلس او الكابتن محمود الخطيب دايما بيقول ايه، هو اتمرمط في تراب النادي. فزي ما حضرتك كده برضو تراب النادي بالنسبه لك طبعًا. عارف لا عارف لا كل رملايه في النادي الاهلي ده. فلما تشتغل انت هتنسى اسمك، انت مش عايز، انت مش، انا عايز النادي، انا عايز المكان، انا عايز الجمهور بتاعي يبقى مبسوط وفرحان على طول. فهي معادله فعلا الله يكون في عون اي حد بيمسك في النادي الاهلي تحديدا. والله بص اقول لك حاجه، هو هيتعب بس فرحته في فرحه الجماهير. بالظبط انت شفتها يا امير. يعني انا بص يعني انا ساعات يقول لك اي مدرب من الكبار بتوعنا طبعا اساله يقول لك انا بموت في الماتش، بس نهايه الصفاره بتاعت الحكم وانا كسبان وبرفع الكاس او برفع الدرع بينسى كل التعب ده. يعني سبحان الله مهنه شاقه جدا، مهنه الله يكون في عون كل المدربين، لان مهنه شاقه جدا. الناس فاكره ان هو عشان بياخد فلوس وبتاع، لا خالص والله، مهنه شاقه جدا، موضوع صعب، بيشيل هم فرقه كامله. بالظبط. بس لازم هو بيشيل هم الفرقه الكامله دي. يعني يمكن دي اللي مش في المدرب الاجنبي شويه، اللعيبه اللي قاعده خاصه في النادي الاهلي لان كلهم نجوم، اللي قاعد على الدكه اللي احنا اتعودناه لا ما بيبقاش اقل من اللي جوه، ما بيبقاش اقل من اللي جوه، وممكن اللي جوه ممكن اقل من اللي قاعد على الدكه، بس انا ببقى قاعده على الدكه وانا مقعده مرتاح نفسيا. الحته دي يا ميدو مهمه جدا. تمام. الحته دي مش عند الخواجه. تمام. ما بيقعدش مع حضرتك العيلة. حضرتك في صف المدرب الوطني او المدرب المصري، مدرب اجنبي لا مدرب اجنبي ذو كيان جميل جدا يحسسني ان لعيبه النادي الاهلي بتلعب باداء، لان انا لما بقعد في وسط الناس عايز حد شكل مانويل جوزيه. يعني انا عايز حد شكل مانويل، عايز الاقي اللعيبه بتاعه النادي الاهلي لما بتلعب اي فرقه، طبعا النادي الاهلي اي نادي، يعني النادي الاهلي بيلعب بتحس بشكل النادي الاهلي، النادي الاهلي لا هيكسب في اخر دقيقه هنكسب، مانويل جوزيه توفيق طور ربنا طبعا، والجمهور بيبقى وراهم بنقعد واخد بالك. بس هل انت بتشوف يا ميدو مع احترامي، يعني هل بتشوف اللي بيجي دلوقتي بيمسك هل بيختلف في اداء اللعيبه؟ هل شفنا شكل الاداء اللعيبه؟ هو ده اللي بندور عليه، مختلف. هو ده اللي بندور، هو اللي انا قصدي بقى يا ميدو. يبقى انا عايز لما اجيب مدرب اجنبي الاقي تحركات اللعيبه ان شاء الله في الملعب، في الاداء، في اللياقه، في الحاجات دي كلها، وايه وعندي ناس بره وعندي 30 لعيب في القايمه كلهم ما شاء الله. انا متفائل جدا والله ان شاء الله. انا متفائل طبعا، لازم نتفائل. انا لان انا عارف الناس شغاله ازاي، ونتمنى في اتحاد الكوره ربنا يكرمهم في الفتره دي. اتحاد الكوره في اختيار المدير الفني دلوقتي يا كابتن، هل هم متاخرين؟ هل المفروض ياخدوا قرار؟ هم لازم ياخدوا قرار يعني قريب جدا. يعني ليه؟ لانك انت يعني اول قرار خدوه كان تاجيل البت في العرض لا التعيين او الثانيه، في كان في قرار متعلق باختيار المدير الفني، تاجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الاول باداء مباراه قدام منتخب البرازيل لحين تعيين الجهاز. مش هيقدر يعني يعمل ماتش كل لازم. طب ما نعين، ما انت مش هتعمل لغايه لما تعين. ليه احنا الوقت بيجري مننا؟ في حاجه خايفين ناخد قرار، هي عايزه تاخد، لازم تاخد قرار. طب ليه مش ما خدناش قرار؟ ولو حطيت اسامي واخترت منهم الاربع اسامي زي ما انت قلت يا ميدو، لو اخترت اربع اسامي من اللي انت مختارهم وحطيت واحد ربنا يوفقه. طب ليه احنا لو جبت مدرب اجنبي ضامن ان هو يبقى كويس؟ ما تضمنش. طب احنا متاخرين ليه يا كابتن؟ لا دي بتاعت بقى اللجنه مش بتاعتي، دي بتاعت اللجنه. طب هم تفتكر ليه؟ لا هم قطعا خلي بالك هم دلوقتي قاعدين يعني مش 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 مستنيين. اكيد اكيد بيدوروا، هم بيدوروا وبيرسقوا وبيتأنوا في البتاع عشان الاختيار ده هيتحاسب عليه. مش هيتحاسب، هي دي اللي هتبين ده اللي نجاحه، ده اللي تبين. بالظبط. واحنا محتاجين فتره المنتخب عشان بعد البطوله اللي فاتت دي وكانت على ملعبنا، محتاجين واحد يجمع اللعيبه، مجموعة لعيبة كويسة. بس مجموعة اللعيبة اللي أنت هتجيبها دي كويسة، تمام؟ لازم أشوفها كويس، لازم أتابعها كويس، لازم يبقى بيمرنها على الأقل يقدر يمرنها شوية. مش تعالى العب خلاص كسبت كسبت، يبقى طب أنت مدرب إيه؟ طب أنا أخلي المصري. المدرب المصري ما هو قاعد كده كده قاعد، أجيب مدرب أجنبي ليه؟ مدرب أجنبي وفر له وقت، وفر له إنه يقدر يمرن.
لكن انا مع حضرتك في حته المدرب المصري المنتخب الوطني. لا دي خلاص دي خلاص هيبقى منتخب وطني وندعمه. المدرب المصري نديله دعم حتى نص دعم المدير الفني الاجنبي اللي هو بيجي يعني. ما انا بقول لك ده التاني بيجي بيتشرط او بياخد قبليها وبياخد بعديها طبعا. واخد بالك وما تضمنش يكسب او ما يكسبش، التوفيق ده بتاع ربنا طبعا. لكن انت عندك كوادر كويسه اللي احنا قلنا عليها، اعمل كوادر، واللي يمسك مع الكوادر الكبيره دي مش اقل منه مش اقل منه ميدو. ليه؟ في حين انه اللي بعديه يمسك يعني، واخد بالك طبعا. واللي بعديه يمسك ياخد خبرات وعندي منتخبات يمسك. عشان احضرهم يمسكوا بالظبط، مش تيجي تحتار دلوقتي امسك اجيب ده، لا اجيب ده، يقول لك لا اصل مفيش ده مفيش كلمه حاجه في سي في. وبنقعد اللجنه بتقرا السي في بتاع الناس دي، الخبره، اختار واحد توكل على الله اتفضل، والتاني يعرض عليه ممكن تمسك معاه لو هو اصغر عشان ما يبقاش في حرج، مفيش مشكله، وتاخد وتبقى كادر تاني وتالت ورابع، يبقى عندنا كوادر. تفتكر يا كابتن فوزي ان ممكن مدرب باسمه، او مثلا انا اخترت مثلا الكابتن فوزي سكوتي، الكابتن فوزي سكوتي يبقى قلقان شويه في المرحله دي ولا هيبقى مبسوط ويتولى؟ لا اللي هو واخد على الشغل وقلبه جامد هيبقى مرحب جدا ويشتغل. انا بالنسبه لي امرن المنتخب اسهل ما امرن النادي الاهلي. لا النادي الاهلي لا مش قصدي النادي الاهلي تحديدا لا النادي الاهلي انت اللعيبه بتروح معاه وبتشتغل معاه وعندك وقت كبير، عندك دوري وعندك كاس وعندك افريقيا عندك جمهور لا عندك ماتشات تلعب كتير. المدرب المنتخب ممكن بيلعب ماتشين ثلاثه اربعه، او ممكن بيقعد سنه كامله قاعد ما بيمرنش الفرقه، قاعد بيتفرج، ما ينفعش. عشان كده اجورهم عاليه قوي يا كابتن فوزي. ما هو المفروض ان انت تجيب واحد بقى في فتره ما هو مش هو اللي هيلعب فترة قليلة جدا يعمل لك فكر. طيب احنا جربنا، طب ما احنا جبنا. لا انا بقول لحضرتك المفروض بس للاسف ما كانش فيه كلام. وبص يا ميدو يعني لما كان النادي الاهلي كويس والنادي الزمالك كويس والاسماعيلي كويس باللعيبه كان منتخب جامد جدا، كان منتخب جامد جدا بالظبط. اختلفت دلوقتي، لو جبت احسن مدرب في العالم دلوقتي يمسك منتخب مصر مثلا على المستوى اللي احنا شفناه مش هيعمل حاجه. فهي هي اللعيبه، اللعيبه الاساس. طب احنا ما عندناش لعيبه الفتره دي؟ ما هو انت لازم، مع ان ما شاء الله يعني اسعار اللعيبه بنسمع، واحنا دلوقتي بقينا بنجيب لعيبه بنشتري بنجيب من بره، اللعيبه دي ما بتيجي المنتخب ما بتلعبش. طب انت هتنقي مين؟ عايز باك ليفت، وعندنا لعيبه محترفه بره، وعند يعني حاجه تخليك عبد الله صالح اهو بيلعب في الزمالك ما اتاخدش المره اللي فاتت، عبد الله هو سوري عبد الله جمعه الوحيد اللي كان ما يعني بيلعب في الناحيه دي ما اتاخدش. عبد الله جمعه، محمد هاني، لا كان محمد هاني كان ناحيه اليمين يعني واخد بالك كتير جدا. يعني انت بنفاجئ ان المدرب طرح حد تاني، خلاص بتقول ايه؟ الاختيارات كانت غريبه، احنا هو اللي مسؤول، حتى هم كانوا مستغربينها في الجهاز الفني. انا بقول لك بقول لك هو اللي مسؤول. وسبحان الله المنتخبات اللي كانت مع الكابتن حسن شحاته وكسب بيها افريقيا دي كلها اللعيبه دي ما احترفتش. تخيل شوف وايه اسامي بقى، حاجه تجننك يعني، حاجه تخليك لما تقعد. اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب ده كله ها كلهم واقفين، معظمهم محترف. يعني انا سمعت الكابتن هاني رمزي في مقابله كده يقول انا اعترضت على اسماء ما اخترناهاش كتير جدا، كان لازم تطلع تقول. ما بص يعني مع احترام الكابتن هاني طبعا، كان في ستوب يا جماعه، في ستوب، في اختيارات غلط دي بقى لازم تحط. لو انت مثلا في منتخب مصر وكاتحاد الكوره لازم تحط بند ان الراجل ده لازم يتدخل، مش يتدخل في شغل الخواجه، لازم يبقى له راي يتاخد رايه. لكن انت عارف يا ميدو ممكن تكون بتشتغل مع حد يقول لك لا ما تتكلمش انا اللي مسؤول. انا لما ازاي يا كابتن؟ لا مثلا تقول له شكرا سلام عليكم، مصلحه عامه. مثلا تقول له شكرا، لما هتسكت وخلاص يلا. لا شكرا واسباب اعتذاري ايه؟ ما هي عشان قبل ما يحصل كده، لان انت عارف ما فيش تدخل يعني. تملي المدير الفني، احنا بنقول المدير الفني هو المدير الفني تمام، المدرب العام او المساعد ممكن يقول له حاجه اخد بيها اخد، ما خدش خلاص، هو اللي فين في الوش هو المسؤول. فالمنتخب تختلف، فعشان كده لما احط في المنتخب مع الخواجه اللي يجي احط كوادر برضو، احط كوادر طبعا. والكوادر دي مسؤول على انه بيوصل الكلام ده للجنه اللي مسؤوله عن المنتخب، بيوصل لهم، مش بقول بيتجسس على الراجل، بيوصل لهم الراجل ده بيعمل ايه، الراجل ده بيشتغل صح ولا لا، الراجل ده بيتفاهم مع اللعيبه ولا مش عارف، بيختار عشوائي كده ولا بيختار لازم يكون محل ثقه. يبقى ليه مهام، واخد بالك، مهام المدرب العام ليه مهام مع المدير الفني لو اجنبي، حتى لو في الاهلي او في اي حته لازم ليه مهام، ما بيبقاش قاعد وخلاص. انا معاك جدا، مهم جدا دي يا ميدو، والكوادر دي مهمه جدا اكيد.
والناشئين مهمه جدا. يعني في حاجات يعني في اتحاد الكوره يعني اتمنى من اللجنه الموجوده لازم يبقى فيه اهتمام بقاعده الناشئين. انت عندك منتخبات ناشئين، عندك دوري جمهوريه الناشئين، طب اللعيبه اللي هتجيلك نجيب برضو لجنه بتدير قطاعات الناشئين، تدير دي عندنا اساتذه ويتعمل، لا ويتعمل يعني. دوري، وايه المانع انه يتذاع والناس تعرف؟ يعني بكره في ماتش اهلي وزمالك 2001، بكره ماتش دوري جمهوريه 2001 اهلي وزمالك، تمام، في ايه المانع ان يتذاع؟ احنا بنذيع هنا والله انا عارف القناه الاهلي بتذيع طبعا، ايه المانع ان ينذاع والناس تتفرج يشوف مستوى الولاد ويعرفوهم بدل ما كانوا بيروحوا الاستاد مثلا؟ تشجيعيا للولاد كمان حاجه كبيره قوي، ما يتعمم يتذاع الماتشات دي في يوم معين، يجمعوا الماتشات حتى ان شاء الله يعملوا يعني استوديوهات، ما احنا عندنا استوديو مع بيتعمل اسامه حسن بيعمل جميل، طيب ليه ما يتعممش ده؟ حتى تلاقي البرنامج ده بيتابعه ناس كتيره جدا، خلي بالك اولياء الامور واللعيبه كتير جدا. ليه؟ ده ناشئ لما يطلع في التلفزيون او حد يشوفه او يقول لك ده لعيب كويس. انا قصدي ممكن نعمل لجنه كابتن فوزي بتضم ناس عندنا خبرات كبيره جدا في قطاع الناشئين كتير، يعني عندنا مش عايز اقول اسماء يعني عندنا، ولازم لعيبه كتير لازم عندنا لعيبه كتير بالزبط. لان اللي بيطلع منهم في الاخر 3-4 عايز اصلاح كبير قوي والله يا ميدو. كان يعني لما كنا موجودين في النادي الاهلي بنمرن كان لعيبه كتيره جدا بتمشي من النادي الاهلي بتلعب في الانديه الثانيه، بيلعبوا في الانديه الثانيه أيوة وبيبقوا نجوم بعد كده طبعا. بس انت بتطلع عندك 5-6 جامدين، 3-4 فيرود جامد اللي هي العمله الصعبه انك انت مش لاقي بالظبط، فهي دي مهمه قوي قوي والله يا كابتن. احنا بنتمنى التوفيق للكل ودايما بتشرف بيك انا يا جميل يا ميدو والله، حضرتك معايا انا جيت مخصوص النهارده عشان انت موجود والله، مش بجاملك والله يا ميدو، تنور الدنيا يا كابتن بجد يعني، وسعيد اللي انا معاك وتعرف في بيتنا يعني النادي الاهلي طبعا يا كابتن، قناه النادي الاهلي، واتمنى لهم التوفيق ويبقى الاختيار صح بجد، واحنا بنتشرف بيك وكمان لان بجد يعني جماهير النادي الاهلي يا ميدو يعني نفسها ترجع الماتشات ونفسها تشوف فريق النادي الاهلي حاجه كويسه مع المجلس اللي بيعمله طبعا في النوادي، الحاجات الانشائيه والحاجات الجديده مع الكوره مع الالعاب الثانيه كمان طبعا، مع منتخب اليد بتاعنا ما شاء الله حاجه الواحد بيبارك لهم كمان طبعا. للاسف منتخب طالما حضرتك مدرب، لا ومدرب مصري خرج كره الطائره في نصف النهائي امام ايطاليا، يعني بدلك بس طلع قدام مين وطلع امتى؟ نص نهائي، نص نهائي كاس وبلعب كاس عالم تمام، وخدت بطوله كاس عالم بالظبط ومحقق نتائج كويسه بالزبط. فانت عارف الناس تبقى ايه مبسوطه يعني، يقول لك الولاد دول، وبعدين مش لازم اسرحهم يعني مش خسر، بص اللي بيحصل عندنا ميدو، انت داخل في بطوله زي دي خسر شكرا خلاص، الولاد دول ما تعرفش عنهم حاجه خالص، طب ما تاخد منهم الكويس وزود الموضوع بقى في احترافيه اكتر في الكره نادي الكره الطائره ان شاء الله. انا كمان هم عشان نتمنى في كل الالعاب، انت لما تعمل صح وتعمل كوادر وتعمل مراحل سنيه ما دي اللي بتزود بعض، بيعمل عايز تحترف يا عم اتفضل احترف، هتزودني في المنتخب بدل ما مش لاقي بدور على باك ليفت مش لاقي بالظبط، واقول لك طب نلعب فلان، لا نلعب فلان ما. نورت الدنيا حبيبي يا ميدو، معلش ده الكلام بياخدنا، اشوفك قريب جدا ان شاء الله. لا انا سعيد والله يا رب، والتوفيق يا رب للكره المصريه والمجلس اتحاد الكره الموجود دلوقتي يا رب، وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي ربنا يوفقهم في اختيارهم، وطبعا وبتوفيق لجماهير النادي الاهلي بجد اللي هي متعطشه ترجع الاستاد تاني باذن الله ان شاء الله. نورت وشرفت حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير الكابتن فوزي سكوتي نجم الاهلي السابق، هيكون معاكم بعد الفاصل الاستاذ الكبير استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير بصحبه زميل العزيز محمد سعيد، اتشرف بيكم دايما ومع الف سلامه.